ألف مبروك لمصر على فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية رئاسية جديدة. بالفعل كلنا كنا شاهدنا امبارح إعلان النتائج الرئاسة الانتخابات الرئاسية، وخاصة كمان إن كان تحية كبيرة جدا لشعب مصر العظيم اللي نزل وشارك في الانتخابات الرئاسية، ويمكن دي أول نسبة مشاركة في تاريخ مصر إنها تكون توصل للنسبة دي. ده دليل كبير جدا على وعي الشعب المصري بالتحديات اللي بتواجه مصر من العالم كله، ووصلنا صوتنا ووصلنا رسالة للعالم كله إن مصر قادرة على إنها تتحدى كل الصعاب، وإنها كمان قادرة على إن هي تكون مشاركة بشكل كبير في الحياة السياسية في مصر وفي الاستحقاقات الانتخابية. عظيمات مصر يعني دول طول عمرهم من بداية ما بدأنا أي استحقاق انتخابي أو دستوري بتكون دايما في الصدارة، لأن هي بتعي بشكل كبير جدا مسؤوليتها تجاه بلدها، وعارفة أن هي اللي بتعمله ده هو بيقدم مستقبل أفضل لأولادها. تحية لكل الشعب المصري وألف مبروك، وبنتمنى أن احنا نكمل طريقنا سوا كلنا، ايدينا في ايدين بعض عشان نوصل لطريقنا ونكمله للجمهورية الجديدة.